باش كيجي هو فهمت يصبرك بريك بالحال احنا رانا ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هنا رانا احنا في منطقة نائية معزولة، عانينا على فترات من السنين، عانينا أنواع التهميش. بصح جات حكومة جديدة واستبشرنا بها خير. هذه الحكومة الجديدة أعطتنا أمل من كلمة السيد رئيس الجمهورية، قال لك باللي هذه راهي منطقة نائية ومناطق الزل وخاصنا نعطوا عناية خاصة. في هذا الإطار من استبشر خير خرج لينا احنا واحد من النائب اللي هو ممثل المنطقة يهز لينا مشاكلها، جاء هنا دار فيديو للناس، الناس لاباس عليهم، الناس عندهم. معناتها احنا رانا نجروا، رانا نطمحوا باش نوصلوا واحد الشيء، وماذا بينا نزيدوا نحسنوا اللي عندنا نزيدوا نحسنوا. يخرج لنا كنترول لنا احنا هذا النائب، احنا المجلس الشعبي البلدي راهو احنا داير معنا سياسه ترقيع، سياسه التهميش، سياسه البريكولاج. احنا في المفروض لين نطلبوا مثلا احنا الارواح اللي راه عموميه، احنا نطلبوا على 56 فوتو هما يجيبوا لك 20 ويقول لك وحده ديرها واثنين ما ديرهاش. ارواح هنا للطريق، الطريق رانا هنا كارثه. هنا خرج لنا مشروع الطريق الحمد لله، راه قريب تكون 30 كيلو البلديه ساكته عليها. المهم هذه 30 كيلو عندنا هنا الرئيس المجلس الشعبي البلدي باش كل خطره نديروا لكم كرطه الى وين تطلق لكم الطريق. ما شنا منو حتى اي رده فعل، ما شنا منو. المهم راه النفوس تاع البلديه مقاري هنا، راه كل شهرين شهرين ثلاثه يحكها يساويها، يخلي المواطنين سبحان الله هذو المواطنين هنا. ثاني حاجه احنا عندنا مشكله مع داك الشاطو قال لك راه يجري على مستوى ما بانش شي ملموس. بصح هذا راه تضرت منه فقاره كامله طاحت من داك هذا، راه فايت عامين حتى رده فعل هكا واقعيه ما شناهاش. رانا مازال احنا مازال في سياسه البريكولاج والترقيع. وهذا المندوب نورمالمون راك خلقت باش تخدم المنطقه، باش تدي انشغالاتها. انا كي نكون فاضره راني في المديريه تنضرب، راني نحوط انا يجيني نشوف الفيديو نتاعك ناشر لي الناس كبار يحسن عونها، ماهوش مشكله تقول لي عندي. بصح راك انت سابوتيتني، راك انت ما خليتنيش نخدم خدمه سبحان الله.